دراري البنات اخيرا اخيرا اثنين وصل شنو غادي نبارطاجي معكم داكشي اللي كنت كنوعدكم به اخيرا غادي يولي متاح للجميع بلوس غادي نبارطاجي معكم حتى الفيديوهات ديال التيم ديالنا كاملين اللي خدامين معنا في هذا البروجي هذا دراري غادي نبارطاجي معكم واحد لوبورتونيتي اللي اكسكلوزيف وبريفي وما جيت لقاها حتى فشي بلاصه اخرى وكنتحداك تلقى شي شركه كدير نفس السيرفيس وكتيح نفس الخدمات هاد لوبورتونيتي هاد 4 سنين كانت بريفي وعمر بارطاجينا واول مره تولي بابليك اول مره الدراري غادي يتيحوا للبابليك كامل انه يدخل واحد الاسواق لي اكسكلوزيف اللي فيها واحد القدره شرائيه عاليه بزاف وممكن تدخل لها من اي بلاصه سواء ساكن في المغرب الجزائر تونس سواء تعيش في اسيا كنتيحوا لك لوبورتونيتي باش تدخل دوك الاسواق فين ما كنت في الاخر ما كيهمش فين عايش الفلوس غادي نحولوهم لك حتى لعندك انت ممكن تبيع في بزاف ديال الاسواق عن طريق بلاتفورم وحده كتابع كلشي وكنتكلفوا لك بكلشي وكتشوف كلشي ومن اي بلاد انت جالس في العالم ممكن تبيع فيهم وابخي كنحولوا لك الفلوس حتى لعندك لاول مره عن طريق بلاتفورم وحده ممكن تتابع الخدمات ديالك في بزاف ديال الاسواق مثلا عندك برودوي في اي دوله في العالم ممكن نهزو نتو حتى لدوك الاسواق وكنتكلفوا لك بالديوانه وكلشي ونهزو من الميناء ونتو حتى للورهاوس ديالك وحاجه اخرى تيكون عندك اكونت ماناجر خاص كيعاونك في اي حاجه بغيتي ديرها مثلا تقول ليه بغيتي هذا البرودوي هذا في ديك البلاد تيقول لك قد واصل لديك البلاد انت ما كتقلبش حتى على لوزين ولا دي تجيبو بشحال هادي تجيبو ديما تيجيبو لك احسن بري حنايا اللي كنتكلفو كنتسناو يتصنع كنهزو كنتو في الطياره ولا الباطو على حسب شنو بغيتي نتايا من ورا ملي كيوصل كنتكلفو بالديوان من ورا ما كيوصل كنتكلفو انا نهزو من الميناء ولا من المطار كنتو حتى الوراوس ديالنا نستوك شوف كنتكلفو لك اول مره بزاف ديال الدول بكلشي من اتل زد ستوكاج عندنا الفيلفيلمنت ملي كيجي الاوردر الكول سنتر ديالنا كيتصل وكيكونفيرم الاوردر ديال الادريس من العامل كنتكلفو لك بالشيبين اننا نوصلو السلعه حتى للعامل السلعه ديالك حتى للعامل ونتكلفوا بالسيرفيس ديال الكاش اون ديليفري الدفعين ديال الاستلام وناخذوا منه الكاش وكل اسبوعين كنحولوا لك الكاش حتى لعندك يعني في اي بلاد كنتي في العالم كتبيع في دوك الاسواق بلا ما تبرص راسك حنا كناخذوا الكاش ونصيفطوا لك حتى لعندك يعني كنتي كتخدم السي او دي ولا الدروب شيبين راه هذه هي احسن اوبورتونيتي باش فريمون دير الفلوس لان هذه تعطيك لاكسي لواحد الاسواق اللي صعيب تدخل ليها وغادي نوفروا لك كاع لي سيرفيس اللي تحتاج انا نبارطاجي معكم من دابا شويه لي سيرفيس المشاكل كنحلوهم دراري انا عارف اي واحد يدير الايكوميرس هادو هما المشاكل اللي كيعاني منهم في حياته هادو هو التبرزيط حنا كنهنيكم على التبرزيط كامل كنتكلفوا لك بهذا الشيء كامل وكنخليوك تركز فيما هو مهم هذا الشيء كامل خليه علينا حنا قادين دراري الاول مره فين ما كنتي في العالم كنفتحوا لك هاد الاسواق هادو كاملين ولكن باش نكون معكم صريح هادو هما اللي محلولين حاليا للجامع اول مره غادي تحلوا هادو بابليك هادو باقينا الاخوان بريفي ولكن عما قريب حتى هما يوليو بابليك الدول هذه كامله كنوفروا لك فيها السيرفيس ديال الكاش اون ديليفري شيبين كلشي ما تحتاج والو الكول سنتر كونفيرميشن كلشي ولكن انا قلت لي نصحني اشنو هو احسنهم ها النمبر 1 هو هادي النمبر 2 هي هادي سمع رقم 1 اللي كنصح به كما قلت هو الدوله هادي هذا الثاني الثالث الامارات هي الرابعه والخامسه الدول كامله فيها الفلوس والناس ديال السي او دي والدروب شيبين ايديروا الملاير هنايا اللي ما داروا حتى فشي بلاصه اخرى دراري البنات هادو كلشي عارفهم راهو من احسن الاسواق اللي كاينين في العالم لان ما كايناش شي براند من تيصلا حل تمايا لان علاش عارفه الفلوس كاينه تما ما كايناش شي براند ما كتحلش تمايا لان تما كاينه الفلوس وانت تما فين خاصك تمشي بارك الله هما واحد الدول اللي عندهم القدره الشرائيه عاليه المواطن مرتاح وكيشري وانت حاليا عن طريق الايكوميرس وعن طريقنا حنا تحنا لك الفرصه ان ممكن تدخل دوك الاسواق منين ما كنتي في العالم وبلا ما تدوز في الوراق والصداعات والمشاكل كدوز عن طريق دراري غادي نبارطاجي معكم لوسيت الموقع في ستوري الجايه لوسيت هو هذا تنصحكم تمشيو لحلول التجاره الالكترونيه هنايا تكليكيو عليها قبل ما تسجلوا تقراو هذا الشيء كامل باش تعرفوا شنو كنوفروا لك كنوفروا لك كلشي ما بقيتي محتاج والو باش دراري الا كنتي كتخدم السي او دي ولا كتخدم الدروب شيبين احسن اسواق ممكن دير فيها الفلوس حاليا في العالم احسن ذا بيست على حقاش حنا ديما تركزوا مع ذا بيست هي هاد الاسواق هذه حنا موفرين لك كلشي غنقول لك الخطوات في ستوري هذا ورا ما كتسجل في لوسيت كيتصلوا بك السيلز ديالنا تيدوه معاك تيصيفطوا لك الاسعار والاجمنه وكلشي من ورا ما كتوافق على هاد الاسعار ما كتخلصهاش حتى شي حاجه في الاول كتخلص حتى من بعد حتى كتبيع ملي كنجيو نحولوا لك فلوس كنقطعوا ديالك من ورا ما كتوافق على الاسعار كتسني الكونطرا كتصيفطها في ديك الساعه كيتم تعيين مدير حسابات خاص بك هو اللي كيعاونك يبقى معاك على علاقه في التليفون ولا في سكايب كيدوي معاك ديما هو اللي كيعاونك في كلشي في اي حاجه احتاجيتي
مثلا ممكن تقول لي انا باغي نجيب هذا البرودوي هذا من الشينوا، هو كيدوي مع السورسينغ تيم عندنا كيشوف هذاك البرودوي بشحال هادي قام كلشي، تيقول لك هذا البرودوي هذا واصل مثلا السعوديه ولا عمان ولا البحرين ولا الكويت قد انت كتخلص ما كتدخلش حتى فشي صداع، كتدخل في الصداع ديال الدوي مع لاجون ديالك في الشينوا يقلب على البرودوي قال لي تيقاد هادشي ما كتدخلش فيه، شكون اللي تيجي يهزو، شكون اللي تيديرو في الطياره، شكون اللي غادي يجيبو، شكون اللي تيدوزو في الديوانه، شكون اللي تيخلص الديوانه في ديك البلاد، انت ما كاينش حنا كنتكلفو لك بكلشي. كما قلت لك عندك اكونت ماناجر كيعاونك في كل شيء، تيتابع معاك الشيبين كي غادي السلعه وصلات، هاد الاوردرات دازو، هادو تكونفيرما، وتما كان عندك شي سؤال ممكن تسولو هو تما باش يعاونك. هو ملاش كيربح ملي تربح انت، هو ما كيربحش الا ما ربحتيش انت. دونك هو الشينا الاخوان غادي نشارك معكم حتى فريق العمل اللي خدام معنا على هذا البروجي اللي هو فريق كبير سبعه للاسف، هما اللي ما كانوش حاضرين داك النهار كانوا خدامين من ديورهم ريموت، ولكن غادي نبارطاجي معكم الفريق اللي صورت هاد الفيديوهات هادو ديك المره ملي كنت في اكادير، غادي نوريكم التيم واحد بواحد تعرفوا عليه. عارف ستوري الشيء غادي نشارك معكم هاد الواجهه، لحقاش كنعند انت ما تبرزش راسك، عندك واجهه وحده كتابع منها كلشي، السلعه ديالك في كاع الاسواق فين كاينه الكميه اللي باقه، شحال ديال اللي دخلوا، شحال ديال الفلوس شديتي، شحال هادي تشد، شحال باقي لي، شحال اللي باقي جاي خاصو يتحول. هذه الواجهه اللي كتكون عند كل شيء ولايف كتتابع كل شيء اللي طاري والتربح ديالك لايف كتشوفه، شوف لي برودوي ديالك كل شيء كل شيء، وحتى الفلوس الانفويسز تيتحولوا لك مره كل جوج سيمانات كيف ما بغيتي، بايونير ترانسفير وايز باي بال. كيما اخوان والاول مره الخدمه دي تولي لايف، اللي بغيت تسجل مرحبا به، لو سيت هو هنايا كيما مكتوب هنا، تكتب www.cod.network غادي تسجل، راني شرحت لكم كل شيء الاخوان اللي دي طرا، واللي بغى يخدم مرحبا به وراه كاين ميد اخوان. واحد لوبورتونيتي اللي راه كبيره اللي ما جيت لقات حتى فشي بلاصه، الناس اللي كيخدموا السي او دي والدروب شيبين الا ما بغاوش يديروا الفلوس من الاخر على حقيتاش، واحد لوبورتونيتي اللي اكسكلوزيف ما جيت لقات حتى فشي بلاصه اخرى حتى شي شركه اخرى بلا ما تضيع وقتك. وهادشي راه ما تكدش البارح، ربع سنين حنا ديجا خدامين في شمال افريقيا والشرق الاوسط، وديجا هاد الشركه هادي باش خدينا انفلونسر اوف ديير، وديجا فيها ما يفوق 70 موظف بلا قسم الحسابات اللي هو كبير لانها كدوي في الفلوس، دونك خاصك تخدم امه الناس في الحسابات. قلت الاخوان راه الشحونات اللي كتصيفطوا كيتصيفطوا معنا حنايا، هادشي راه بلا ما نحسب موظفين توصل، لان الاكثريه ديالهم تيكون فريلانسر كيتخلص الى وصل، ما وصلش ما كيتخلصش، اللي كيفوق العدد ديالهم بوحدهم 600، لان 70% ديال لي باكيج اللي تصيفط غادي يمشيو معنا حنايا. 70% الاخوان ديال الشحونات حنا اللي كنوصلهم، كنمشيو كنوصلهم حتى للعامل كناخذوا منه الكاش وكنحولوه لك من بعد. راه ليك 30% عندنا التعاقد مع بزاف ديال الشركات اللي يقدروا يوصلوا لمناطق بعيده ريموت اريا فهمتي، الجبال الصحراء، انت ما كتمرضش راسك مع شي ما كتبرزش انت الاخ، ما كتبرز راسك لا مع تعاقدات لا حتى شي حاجه، ولا مشيتي حتى تتعاقد مع الشركه تتعاقد مع وحده وتتعاقد معها بواحد الثمن كبير، لان ما يقدروش يعطوك شي ثمن صغير، لان حنا عندنا لا ماس بزاف الاوردرز كنقدروا نيغوسيو الثمن، ومستحيل تجيب الثمن باش كناخذو حنا. شوف نزيدك واحد الحاجه من الاخر، مستحيل تجيب حتى الثمن اللي حنا نعطيوك، وخصوصا الثمن حنا كندخلوا فيه كل شيء، ستوريج الفيلمنت حنا واضحين كنجيو من الاخر، ما كنبقاوش نعطيوك ديك الكونطرا اللي ملويه الناس اللي عاشوا في الدومين وخدموا في الدومين عارفين المشاكل اللي كاينه في الدومين. انت ما كتبرزش راسك، السلعه مشات مع هاد الشركه مشات مع هاد الشركه 70% كنوصلوا حنا 30% الشركات الاخرى ما كتبرزش، انت عندك واجهه وحده كتشوف شحال ديال الفلوس كتسال كتحول لي كل اسبوعين اربع سنين، الناس اللي خدموا معنا تجي يقولوا لك ما تعطلش عليهم ولا مره ولا سنت. دراري خليونا دابا من هاد الشيء غادي نبارطاجي معكم الفيديوهات، السيمانه هادي ملي كنت في اكادير كنا كنديروا ترينينغ للتيم، لان اول مره غادي نخدموا بابليك، كنا سادين على راسنا اربع سنين الفايته خدامين بريفي، اول مره غادي نخدموا بابليك، وكنت صورت هاد الفيديوهات غنبارطاجيهم معكم. دراري الموت ديال الضحك، شي واحد قال لك صافي عطيتونا كلشي ما بقى حتى شي حاجه اللي تعطيونا البرودوي الرابح، دراري راه مستحيل هاد القضيه هادي. اضيف الى ذلك انا وجحيه وراقي وكاع الناس اللي كيجروا هاد البروجي سنين واحد لين دي اي ديال ما عمرنا نخدموا الايكوميرس باك. دراري هادي معروفه ما يمكنش تكون لعاب وحكام لعب في نفس الماتش وحكام في نفس الماتش فهمتي، الا تجي ولي الغش عليها الدراري كامل اللي كيماناجيو هاد البروجي من قريب ولا من بعيد، كلشي سنه واحد لين دي اي ديال ما عمرو غادي يدير الايكوميرس، ما حدو كيملك في هاد الشركه. هاد الان دي اي هذا ديال ممنوع دير الايكوميرس هو اللي كيخليك تركز ان اللي تعاون الناس، كيفاش كننجحوا حنايا، حنا هو ار بيلدينغ بليون دولار كومباني، تنقولوا خاصنا نبنيو شركه كبيره دونك خاصنا نساعدوا الملايين ديال الناس، دونك حاليا مركزين نعاونوا الناس. هذاك النون ديسكلوجر اغريمنت اللي حنا ثانيين كاملين كبارتنرز، في حاله تحصل شي واحد كيدير الايكوميرس قول يعني الا حصل اش كيطرا لي، هذه الحاجه الوحيده اللي ممكن نسرب لك من تما، ان الشيرز الاسهم ديالو في الشركه كتحيد وكتقسم على باقي البارتنرز. دراري هذه معلومه حتى هي ما في خبر حتى شي واحد، انا من البدايه ديال 2021 منوع منعا باتا ندير الايكوميرس، ونتحدى اي واحد يجيب عليا ترانزاكشن وحده مشاو ليا الاسهم ديالي.
قلت ماشي انا بوحدي، ولكن راه الناس كاملين في هذا البروجي هذا، كلشي ساني داك الان دي اي اللي فيه. في حاله زاويتي الاي كوميرس تحطات عليك ترانزاكشن وحده ماشي جوج، حطات عليك ترانزاكشن وحده كيمشيو لك الاسهم كامل. هذا الشيء علاش؟ باش نبقاو مركزين. علاش مركزين؟ مركزين نقادوا واحد البليون دولار كامباني. وكيفاش كتقاد بليون دولار كامباني؟ انك تساعد الملايين ديال الناس، وهذا هو الهدف ديالنا. وباش كلشي يبقى مركز في نفس الهدف، من عليا بنادم حتى واحد ما من حقه اجي بغيتي دير الفلوس عاون لي الناس دير الفلوس. دراري حاليا حياتي كامله كتدور على جوج شركات، كتدور على سي او دي نيتورك وكتدور على يوكان. هاد جوج شركات هادو ما كيربحوش. كيفاش نتا فنظرك كربحو حنا في يوكان؟ ملي كتربح انت حتى كتبيع وكدير انت الفلوس عاد كتخلص. دراري كنت في بزاف د الشركات في الماضي، كنت مانفيستي في بزاف د الشركات، كاين في بزاف د الشركات ليكيديت كلشي، وكاين شركات اللي فيها تخليت على الاسهم ديالي، كاين اللي بعت، ولكن خرجت من كلشي باش نبقى مقابل جوج شركات يوكان والسي او دي نيتورك. سي او دي نيتورك كيفاش كنربحو؟ الا ما ربحتيش انت ما كنربحوش. يوكان الا ما ربحتيش انت ما كنربحوش، خصوصا سي او دي نيتورك الا ما ربحتيش انت مستحيل نربحو. يعني انت خاصك تجيب الاوردر، حنا نتصلو نكونفيرمو لك ما كتخلص لنا والو، وكنخلصو الشيبينغ من عندنا، وكنخلصو لك كلشي من عندنا حتى المنبع، كنخلصو كلشي من عندنا حنايا، ما كتخلص والو في الاول. كول سنتر 8 دقيقه المكالمه الموضه ما كتخلص حتى شي حاجه، الشيبينغ ما كتخلصوش حتى كتربح نتايا، حتى كتربح وكنجيو نحولو لك الفلوس عاد كنقطعو. يعني الا ما ربحتيش انت حنا ما كنربحو. احنا عندنا هدف واحد مجموعين عليه، هو نبنيو واحد الشركه اللي واحد النهار نحطوها في ناسداك وتكون القيمه ديالها اكثر من 1 بليون. كيفاش غادي نديرو لها؟ خاصنا نعاونوك انت دير الفلوس ونعاونو الملايين ديال الناس دير الفلوس، ما كايناش شي طريقه اخرى كيفاش كدير. دونك حنا الدراري شنو هو الهم ديالنا؟ انت دير الفلوس. حنا ما كنربحو حتى شي حاجه الا ما ربحتيش انت. دونك الهم ديالنا حاليا شنو هو؟ تربح انت. علاش هاد السيرفيس هذا وكنوقفو معاك تنشرفو كلشي باش تربح انت؟ حنا كنربحو ملي كتربح انت. الدراري على حقاش السؤال كيجيني بزاف سيميون نجاوب عليه دابا. الدراري راه ما كاين حتى شي علاقه ما بين يوكان والسي او دي نيتورك. هذه شركه بوحدها وسيرفيس بوحدو بعيد، وهذه شركه بوحديتها وسيرفيس بوحدو بعيد، وما كاين حتى شي علاقه بيناتهم كاع. هذه بوحدها وهذه بوحدها. الدراري كاين خبر زوينه وكاين اخبار خايبه. الخبر الزوينه هي لونسينا السيرفيس، الخبر الخايبه هي الانستغرام كيتحمل 100 ستوري. انا كما قلت لكم التيم كبير ماشي قد، دونك غادي نبارطاجي المقدمه ديال التيم فكادير، وغدا غادي نبارطاجي معكم التيم واحد بواحد، نبارطاجي معكم الناس اللي كيجيروا هذا البروجي هذا اللي راهم ناس كثار، وبغيت نعرفكم عليهم صراحه واحد بواحد، تقربوا لهم فهمتي، تولوا عارفين شكون هما الناس اللي خدامين معانا، شنو كيديروا كل واحد الدور ديالو في الشركه. حنا راه ما كنخبوا لكم حتى شي حاجه، كنبارطاجيو معكم كلشي وحنا واضح. كما درت مع التيم ديال يوكان تعرفتوا عليهم واحد واحد، واخا كانوا شي وحدين غايبين، حتى التيم ديال سي او دي نيتورك نهار كنت كنصور كانوا شي وحدين غايبين، ولكن غادي نبارطاجي دابا هي المقدمه. وكان وعدكم غدا ما نزقل حتى واحد، راه حطهم كاملين غدا، لان غير المشكل ديال 100 ستوري. غنحط الستوري الاولى ديال اللي تيبانوا كاملين، ولكن غدا ان شاء الله لا باش يقدونا ستوريات غدا ان شاء الله ملي تكون 24 ساعه تمسحوا هادو كاملين، وغادي نجي نعاود نحط هاد الستوريات بلا نحط دابا ديال البدايه، ومن وراء غادي نتعرفوا عليهم واحد بواحد. يو جايز، فين حنا اليوم؟ حنا في لوفيس المكتب ديال سي او دي نيتورك، واليوم حنا مع التيم. تبارك الله تبارك الله تبارك الله، اللهم بارك. اليوم غادي نعرفكم على التيم واحد بواحد، واخا كاين شي وحدين ما جاوش خدام من جورهم، ولكن نعرفكم جايز. ملي كتسجل في سي او دي دوت نيتورك شكون اللي كيتصل بك الاولين؟ اللي كيتصل بك هو شي واحد من التيم ديال السيلز، غادي نعرفكم بهم. من ورا السيلز شكون اللي كاين؟ لي زاكونت مانجر، تا هما غادي تعرفوا عليهم من بعد واحد واحد، وغادي تعرفوا على باقي الفريق.